المجلس الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. في إطار استشراء الفساد الحكومي وتدهور قيمة الدينار العراقي، أكد النائب رادل المالكي أن استمرار التباين في السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي سيصب بمصلحة الفاسدين. وأضاف النائب المالكي أن بقاء هذا الفرق في سعر صرف الدولار سيتسبب بفساد وهدر كبير للمال العام ولن يفيد سوى المسؤولين والمتنفذين، مطالبا حكومة السودان بالسيطرة على السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومكافحة الفساد في نافذة وبيع شراء العملة. اعتبر خبراء اقتصاديون أساليب اعتماد التجارة في العراق بدائية، مؤكدين أن الآلية السابقة بالتجارة أدت إلى تشوه واضح في بيانات الاستيراد. وبحسب الخبراء فإن التجار الصغار يعتمدون أساليب تقليدية في عمليات إجراء حوالاتهم عبر التواصل المباشر مع مكاتب الصيرفة التي تقوم بجمع أموال الحوالات من غير مطالبة التجار بأي وثائق تخص تجارته أو أسباب تحويلهم للأموال، ثم يتم جمعها وشراء خدمة حوالات من المصارف الخاصة التي بدورها تطلب من البنك المركزي طلبات لتعزيز أرصدتها خارج العراق، مزودة البنك المركزي بوثائق شكلية ومزورة. كشفت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن وجود 16 شركة للهاتف المحمول والإنترنت لم تدفع ضرائبها المستحقة لعام 2022 والبالغة أكثر من 25 مليار دينار. وقالت اللجنة إنه من بين 20 شركة للاتصال وخدمات الإنترنت قامت 4 شركات فقط بدفع ضرائب للحكومة بلغت نحو 4 مليارات دينار بحسب تحقيقات اللجنة. استبعدت شبكة بريس تي في الإيرانية استغناء العراق عن الغاز الإيراني في توليد الكهرباء في المنظور القريب رغم جهود الاستثمار الأجنبي في هذا الجانب. وأوضحت الشبكة الإيرانية أن العراق سيبقى معتمدا على إيران لفترة طويلة لسد حاجته من استيراد البضائع والسلع، مشددة على أن العراق لن يستطيع الاستغناء عن السلع والبضائع دون التجارة مع إيران، حيث لا يملك العراق خيارا سوى استيراد من 20 إلى 25 مليون طن من إيران. تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ حزيران من العام الماضي بزيادة بلغت أكثر من 10% وفقا لبيانات التداول. وفي منصة بينانجي ارتفع البيتكوين بنسبة 10.56% على أساس يومي لتصل إلى 25200 دولار، متجاوزة مستوى 25 ألفا للمرة الأولى منذ شهر حزيران من العام الماضي. وتسجل عملة البيتكوين الرقمية اليوم الثالث على التوالي خلال هذا الوقت ارتفاعا بما يزيد قليلا عن 15%. أما الآن فانتقال سريع لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.